اهلا وسهلا ومرحبا بكم الجديد مشاهدينا الكرام، ورحب باسمكم بزميلي كابتن ايمن يماني. اهلا وسهلا ومرحب بك. مرحب بك حاتم، ومرحب بكل المشاهدين. اهلا بك. بدايه يعني في محاولات للاتصال مجلس اداره نادي المريخ، ايضا اداره المنتخبات الوطنيه، في حاله بتاعت جدل يا كابتن ايمن، انه ايقاف بكر المدينه والتخلف عن السفر مع المنتخب الوطني، والاتحاد السوداني مباشرة أصدر قرار أوقف اللاعب لحين المسؤول أمام لجنة الانضباط، وده حيكون بعد ما المنتخب يجي من المغرب. تخلف بالتأكيد للاعب كبير، لاعب المفروض أنه كابتن، المفروض أنه قائد، أمره محزن بالنسبة للمنتخب بغض النظر عن الأسباب اللي سيقت. يعني في كلام كثير كنا عايزين نحسمه بالاتصال المباشر، فياريت يعني نحن نوفق في الاتصال بمجلس المريخ، بإدارة المنتخبات الوطنية أيضا. وحتى كان عندنا محاولات لأخذ التصريح مباشرة من اللاعب، فهذه الحالات بالتأكيد غير مرغوبة، يتأثر المنتخب ويتأثر اللاعب نفسه ويتأثر ناديه بهذا التصرف. يعني لا، مؤكد ما في كلام. يعني على الضريبة، هي ضريبة الوطن، والمنتخب ده بالذات قاعد يعاني في خط الهجوم. ومن محمد عبد الرحمن هداف الدوري غايب، محمد موسى ثاني هدافي الدوري، محمد موسى ثالث هدافي الدوري، لاعبي الهلال الاثنين ما موجودين. فاصلا انت من تشوف في اربع مهاجمين فقط، في سيفتيري، بكر المدينه، ومعاذ الجوز، ولا الدين. دي الاربع مهاجمين فقط اللي تم اختيارهم. الشباب بطول هاي سيف هو مهاجم المنتخب الاول، ما في كلام. لكن الدورة الثانية مستوى تراجع عن المستوى اللي قدمه فيها الدورة الأولى، لما كان بيلعب مع المنتخب وسجل في أثيوبيا وسجل في بوراندي. معاذ أفضلهم وأفضل اللاعبين أنا في رأيي في الدوري العام الماضي، مسجل 10 أهداف، صانع 15 هدف، موقوف ما حيلعب كرة غينيا، الكرة المهمة، الكرة الأولى، الفريق الغالبا هو إذا قلنا المغرب مستضيف وفرصه أوفر، غينيا فريق قوي جدا ومنافسة، حيغيب عن المباراة دي اللاعب معاذ الجوز ده. يعني انت تفكر تاخذ نقاط موريتانيا وتنافس غينيا. ايوه بالضبط. في بكري تخلف الان، وفي ولاء الدين يعني لاعب الهلال ادى مباريات قليله جدا، هو صح لاعب منتخبات سنيه، كان موجود في مع المنتخب الشباب في البطوله السابقه وكاس افريقيا، هو يعني صعد للمنتخب الاول، لكن ما ادى مباريات كثيره خلال السنه، غاب لفترات طويله مع فريقه الهلال. يعني في مشكله اصلا في خط الهجوم، وكمان يعني انه بكر المدينة يتخلف يعني ضربة قوية. توقعت ربما ياخذوا مهاجم ثاني، لكن الكلام انه لا، هم اصلا مشوا ب 24 لاعب، حيحتاجوا يخلصوهم للاعب، ولكن بحيث ثلاثة مهاجمين فقط، معاذ ولا الدين وسيفتيري، ومعاذ موقوف الكرة الأولى، هذه خسارة كبيرة للمنتخب. لا يعني ربما حتى ممكن يفكروا في انه يستعينوا بمهاجم آخر، لأنه دي الحتة أكثر حتة فاقدة المنتخب في اللي حيكون في البطولة دي. نعم، بالتأكيد هو الأمر وملابساته كلها يا موسي، فإنه الآن التعويل على المنتخب، وفي فترة سابقة كان المنتخب بيعاني جدا. نحن زي لمسنا خطوات جديدة من إدارة المنتخبات، إنه في اهتمام في مسألة دعم المنتخب، كان ما بتلقى الدعم الكافي الآن في معسكر، ولكن تأتي مثل هذه الظروف في خط الهجوم تحديدا، يعني حتى الناس تكون في الصورة. منتخبات، المنتخب المغربي منتخب قوي جدا، مستضيف البطولة ومنده جماهيره، منتخب الغيني منتخب شرس، ولو قلنا منتخب موريتانيا ممكن نحن نلعب على حظوظ، لكن منتخب عدى نفسه بشكل جيد، وتبدو المجموعة مجموعة صعبة جدا. لا، مجموعة صعبة جدا جدا. المغرب تأهلت، كانت الوقت ذاك ما البلد المستضيف، كان كينيا هتستضيف البطولة. تأهلوا بجدارة، هزموا المنتخب المصري بثلاثية، واحنا عدنا لنا بتقارير كثيرة، وفوزهم على موريتانيا بأربع أهداف. لعبوا سنة ونص، لعبوا 18 مباراة ما بين رسمي ودي، نفس المجموعة دي، نفس التيم ده، ستة لعيبة من الوداد، بطل أفريقيا، الرجاء، عندهم لعيبة في المنتخب الأول حتى مع المحترفين، فريق قوي جدا. غينيا برضو فريق ما سهل، رابع البطولة السابقة، وهزموا السنغال 5-0 وتأهلوا عن جدارة. الشيخ وكمارا مهاجمهم، مهاجم ممتاز جدا، تكلمنا عنه في البرنامج ده، كنا رشحناه لأنديتنا، مهاجم الحرية كوناكري، لاعب مميز جدا. ففريقين على مستوى عالي جدا. حتى موريتانيا استعدت ثلاثة معسكرات حاليا، ماشيين تونس زينا المعسكر الثالث، من قبل عملوا معسكر في السنغال الشهر 12، شهر 11 عملوا معسكر في المغرب، مدرب ثابت مارتنز نجم فرنسا السابق معهم من 3 سنوات ونص. يعني منتخب صح العناصر ما على مستوى عالي،
هم مشكلتهم المحترفين. موريتانيا عندهم 15 محترف، المنتخب الاول كله محترفين، فهم بيلعبوا تقريبا بالصف الثاني، ولكن يعني استعداد بصوره مميزه. فاحنا المنتخب ده لما غلبنا بوروندي وسيوبيا كان في افضل الحالات، لكن للاسف حاليا لعيبه مستوى تراجع. الكلام على السماني هل حيكون موجود ما حيكون موجود، لو مضى مع فريق الاتحاد الليبي، لو مشى اعاره هل حيكون واحد من اللاعبين المؤثرين؟ محمد ما في، معاذ موقوف، سيف مستوى نزل قليلا، عبد الرحمن كورونجو الظهير الايمن الاساسي اصيب ويغيب ضربه كبيره، حتى لعيبه شباب ظهروا ياسر مزمل كان حيكون اضافه مهمه جدا جدا، للاسف اصيب وغاد الدش، لعيبه كتار هي نزلت موجه كده بتاعت اصابات يعني. الموسم يعني كان ضاغط جدا صح. جدا موسم اللعبه كله 48 ساعه تلعب، لا يعني كان موسم ضاغط جدا جدا، وما كان في طريق الا ان يدوم الراحه دي لحد نص 12 ويبدو التمارين مع مدرب جديد. فعموما هو المدرب قال من الحلقه الفات قال يعني ادوني الزمن، حقيقه صعب جدا ان تسالوا على بطوله زي دي ما شهر حيتم لما تبدا، حيكون صعب. حتى لما سالوه في المؤتمر الصحفي على الفرق المنافسه شفتها، قال انا شفت بوركينا، يعني هو بيتكلم على الكان بوركينا منافستنا في الصعود لامم افريقيا 2019. ف يعني بتحس انه يعني مدرب ممكن تساله على تصفيات الكان يكون اخذ فكره في الشان على المنتخب وعلى اللعيبه. نعم يعني هو بالتاكيد تكلم عن انه اتكلم كلام متوازن جدا عرضناه في الحلقه السابقه. وقبل ما نشوف تسجيلات المريخ وفوفانا وايضا انكوم ومتوقع اللاعب برازيلي، نحن تقريبا زميلنا محمد السر لم ينجح في التواصل مع إدارة نادي المريخ. إذا كان معنا الأستاذ أبو بكر عبدين عبر الهاتف نقول ألو. ألو، السلام عليكم أستاذ أبو بكر. عليكم السلام ورحمة الله. نعم مرحب بك عبر حال الرياضة. ونحن وقفتنا صراحة في الأخبار التي تتحدث عن أنه تخلف سفر بكري المدينة مع المنتخب، أيضا إيقافه من قبل الاتحاد السوداني كرة قدم، في أحاديث كثيرة تحدثت عنه لا في مستحقات ومفروض يسلمها لنادي المريخ ويمشي. وكنا بنتساءل حتى قبل البرنامج ده أنه العلاقة ما دام اللاعب أصبح لاعب منتخب يبدو أنها المفروض تكون بين المنتخب واللاعب مباشرة، يعني كيف بتنظر لهذه المشكلة اللي حدثت وربما المتضرر منها اللاعب والمريخ بصفة خاصة؟ والله يا أستاذ حاتم، أول حاجة التحية لكم والتحية لكل المشاهدين والتحية لكل الوسط الرياضي. أفتكر أنه المسألة ما هي مسألة نادي ولاعب، لكن هي مسألة وعي وإحساس بالوطن بشكل عام. نعم يعني ما ممكن لاعب يكون هو جندي في وطن أداه كل حاجة، تجي لحظة بتاعة أداء واجب وطني هو يتخلف. الذي يتخلف عن أداء الواجب الوطني هو زي الجندي اللي بيتخلف عن أداء الواجب العسكري تجاه حماية وطنه وحماية حدوده وحماية عرضه. نعم وبالتالي انا بفتكر انه المفروض اتحاد كرة القدم الجديد يضع حد فاصل لهذا السلوك من اي لاعب مهما كان، عشان ما يتكرر مثل هذا السلوك، وعشان الناس تعرف اهمية الوطن شنو، اهمية الواجب. لانه في سنين سابقة الناس كانت بتبكي بالدموع لما ما يختاروها ضمن التشكيل اللي بتمثل منتخب البلد عشان يؤدي الواجب بتاعه. نعم. الناس بتضحي بالدم وبتضحي بالعرق وبتضحي بالارواح من اجل الاوطان. وشوف للعالم كله كيف الناس بتلعب وبتسعى في اداء الواجب الوطني. نعم. وافتكر انه ده نقص في الثقافه ونقص في الوعي للاعبين تجاه الوطن، ما في حاجه اسمها مال وما في حاجه اسمها متبريرات واهيه. لانه اللاعبين اللي دخلوا التصفيات في المنتخب وكان في كشف طبي الناس المصابين ابعدوهم، واللاعب ما كان ضمن الناس المبعدين لاسباب صحيه. فعشان كده كل المبررات هي مبررات غير موضوعيه. وانا افتكر انه او اتوقع انه نادي المريخ مجلس اداره نادي المريخ يتخذ عقوبات تجاه اللاعب قبل الاتحاد.
حتى يكون عذر وعبرة لغيره من اللاعبين انه ما يسوي سلوك زي ده. صحيح. اضافة لكده انا بفتكر انه وسائل الاعلام وإدارة المنتخب الوطني هي المفروض تدي جرعات للاعبين عن الوطنية وعن حب الوطن وعن حياة كثيرة عشان الناس يعني تبقى في بوتقة واحدة وتأدي واجبها بشكل سليم. نعم يعني أستاذ بكر في كثير من المواقف كان في تردد، كان في تهاون للانضمام للمنتخب، لاحظناه في الفترة الماضية خاصة فترة الإشكالات، فترة الانتخابات الاتحاد، كان في كثير من التغيب، ولكن أعتقد أن الناس كلها بتطالب بسياسة جديدة، الناس كلها بتطالب بمنهج جديد، لأنه هذا المنتخب خلاص ده خط فاصل، ده منتخب البلد. أي مشكلة للاعب مع ناديه أو مع إدارة مجلس الإدارة ما عندها مكان هنا في 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 المسألة دي. لو كان في إصابة، في قروش، في زي ما بيحصل في كثير من القرينة في كثير من وسائل الإعلام، لكن لا يتسنى لنا التأكد من هذه المعلومات. هي طبعاً دي فضيحة ذات لاعب يعني يطلب قروش وهو يتخلف عن أداء واجب وطني. أنا أفتكر إنه ده ذات خطور وأداء عدم وعي من اللاعب تجاه المهمة الوطنية. وما كان يحدث في فترات سابقة في اتحاد سابق افتكر انه دي صفحة المفروض الناس تكفلها. والعهد الجديد قيادة الدكتور كمال شرقاده افتكر انه قادر على حسم وردع اي لاعب يسوي له نفسه التهاون في اداء الواجب الوطني حتى يكون عظه وعبرة لغيره. وانا بفتكر انه اللاعب مهما كانت قدراته ومهما كانت مهاراته، الليلة لعبة كرة القدم هي لعبة جماعية، ومنتخب الوطن لن ولا يتأثر بلاعب واحد. فأنا أفتكر أن المفاهيم الجديدة هي بترسخ قيم الانضباط وقيم العمل الجاد في الوطن، حتى أنه كفاية يعني الحاجات اللي فاتت في سنين فاتت، ومنتخب الوطن المفروض يكون هو العلامة ويكون هو الراية الكبيرة لوطننا السودان. نعم بالتأكيد وكلام مهم. أنا أشكرك على هذه المداخلة وهذا الكلام الأستاذ الصحفي أبو بكر عبدين، شكرا جزيلا. بالتأكيد. نعم بالتأكيد كابتن أيمن، لا بد من فصل في الأمور. في كان عندنا في الوسط الرياضي أكثر حاجة بنعاني منها اختلاط الأمور وتباين المعلومات وترد معلومات بشكل مختلف، وكل زول بيصيغ المعلومة ويحرر المعلومة من وجهة نظره، من زاوية بنطلق من زاويه هو بيشوفها مناسبه. لذلك كان في كثير من اشكالات ما تقدر تعرف وين الحق وتعرف وين الباطل. لكن لا بد للاتحاد وللانديه من وضع سياسات جديده، ولا بد للاعبين انه يكون عندهم الثقافه والوعي الكافي بمعرفه حدود المنتخب، من حدود النادي، حدود اللاعب، من حدود الاداري، من حدود المدرب. لا ما في شك يعني التخلف دي حاجه كبيره جدا، انك تتخلف من مشاركه مع منتخب بلادك في بطولة قارية بحجم الشان أكيد حاجة كبيرة جدا، وأكيد يعني إنه لجنة الانضباط هتتخذ الإجراءات وفق المعطيات بالنسبة لموقف اللاعب. نعم يعني إحنا كنا دارين نكمل الصورة بأنه نسمع منه هو مباشرة الحاصل فيه. حاولنا إنه نسمع منه هو، لأنه أنت المتحدث عن نفسك وأنا عن برك، تكلم مع الناس وتوري الحاصل شنو. عموما نحن حنواصل في كل النقاط المختلفة ورصد للأحداث على اختلاف طبيعتها، وبنقبل في هذا البرنامج كل الآراء. خلينا نقف مع تسجيل سيراليوني فوفانا إبداء الرغبة. الوقت أصبح ضيق بالنسبة لنادي المريخ، فوفانا الآن في سباق المريخ، نسمع فوفانا وصامي لمكم تأجل ليوم الغد، وأيضا في صانع ألعاب برازيلي. أيوة الأيام فضلت حوالي 4 أيام حتى النهاية، لكن كون اللاعب يجي يبدأ الرغبة في الأيام الجاية هو الظفر، نتوقع أنه يعني لسه في 4 أيام أنه ممكن لو الاتفاق تم أنه لو هو لاعب فري. هو سجل في فريق تشيكي درجة تانية VTK، غريبة سجل معهم شهر 7 على سنتين، وبعد 5 شهور حاليا هو مطلق الصراحة، يعني كانت حاجة غريبة. لاعب شاب 22 سنة، لاعب منتخب شاهدناه بيلعب ضدنا مع منتخب سيراليون، سجل هدف جميل مع منتخب سيراليون أمام السودان، في يلعب في خط الهجوم بالإضافة إلى
بكري، محمد عبد الرحمن وخالد النعسان في المقدمة. أيضا ظفر عاد تسجيله مرة ثانية وحيكون موجود أيضا في الفترة القادمة بالنسبة لفريق المريخ. زي ما قلت يعني دائما الأجانب دي هي دائما فيها التأخير ودائما بتخلي الجماهير تكون على أعصابها تسجيل اللعيبة المحترفين حيتم ولا ما حيتم بالنسبة لهم. نعم، كيف تقيم فوفانا السيراليوني في قيادة خط الهجوم المريخ؟ احنا اللي حاولنا اجتهدنا جدا جدا انه نلقاه اكثر عدد من اللقطات، اكبر عدد من المعلومات، للاسف كانت شحيحه. اي بالضبط، في مباراه منتخبنا مع منتخب سيراليون وفي لقطات من الجابون، هو كان ممثل يعني دائما الهدف الموجود له وكل الناس بتكون شافته، كان كمان في الواتساب وفي الفيسبوك، هدف جميل سجل في منتخبنا، كان فازوا علينا 1-0 في تصفيات كاس افريقيا 2017، ما تأهلنا لا احنا ولا هم الاثنين، لكن الهدف هدف رائع جدا، وبيلعب كمهاجم وحيد كان في المقدم، هو بشعر ظاهر في خط المقدم، الكرة كانت خلفه وتعامل معه بمقصية خلفية بطريقة جميلة جدا، هدف رائع جدا ما في كلام، يعني ده الهدف الموجود له، وكمان سجل، يعني هو لعب 5 مباريات مع سيراليون بسجل هدفين، ودي لقطة برضو نفس التصفيات مع الجابون، استلم الكرة واستطاع انه ياخذ ضربة جزاء وكانت فازوا بها، كانوا على الجابون 1-0 برضو، ديل كانوا الفوزين بالنسبة لفريق سيراليون بالضبط، يعني جيد انه هو مهاجم منتخب، يعني مهاجم قومي، دي كانت تصفيات الكان وليس الشان للمحليين، يعني هو الوقت ده كان برضو محترف في الدنمارك، هنا بنشوفه في مباراتنا بيستلم كويس جدا بدون رقابة بدون ضغط، بنشوف استلامه للكرة امام منتخبنا والكرة بعد كده بتتقطع، لكن تحت الضغط شاهدنا انه يعاني، يعني شوف هنا علي جعفر كانوا لاعبين عليه، وعلي جعفر وامير كمال كمان زملائه في فريق المريخ حاليا، يعني بنشوف يعني هو ما محطة بس هو هنا من مرة تانية بتضغط عليه وبتتقطع الكرة، يعني مشابه لبكري لمحمد عبد الرحمن لخالد النعسان، كلهم مهاجمين قصيرين القامه، يعني هو عايز يمشي الجون يروح الجون ويسجل لك قدام الجون بالضبط، لو هو لوحده عنده المهاره انه يستلم، لكن تحت الضغط كم مره فقد الكره، لكن طبعا صعب تحكم بمباراه واحده، لكن دي المباراه اللي شاهدناها موجود هناك في الصندوق، لكن برضه هنا علي جعفر بيقطع الكره من امامه، تمريره عاليه مره ثانيه بنشوف برضه بالضغط عليه، يعني لما يلعب قدام مهاجمين اكبر منه حجما يعني هو المريخ دائما كان الموسم اللي فات بيلعب بمهاجمين وبينقل الكره بالارض، دي حتكون بالنسبه له افضل، دي فرصة كبيرة مرت من أمامه كان ممكن يزيد غلته من الأهداف، يعني دي بس الملاحظة إنه الحجم إنه مقارب لحجم لاعبين المهاجمين الموجودين حاليا يعني بنفس الصغير، لكن كل سنة صغيرة السنة يعني دي حاجة ممتاز جدا، مواليد 95 22 سنة وأوردي احترف في 3 فرق، جرب عمل اختبارات كان في الدنمارك وكان في التشيك درجة ثانية، هو الفريق بس غريبة جدا إنه هو ما يستمر يعني هاي سنتين مضى معهم، وحتى لقينا تصريحات لمدرب الفريق إنه سعيد جدا إنه ضم لاعب شاب وحيكون، لكن بسرعة أحيانا مع بتكون عوامل أخرى، اللعيبة الأفارقة أحيانا ما بيقدر يتأقلموا على الأجواء الباردة واللاعب صغير تمشي في السن، لكن مؤكد أنه ما كان يكون عاوز يرجع مرة تانية، لكن لاعب يبقى صغير، لاعب عنده خبرة، 5 مباريات فقط مع الجابون مع السيراليون ومسجل فيها 2، وانت بتشوف الفينش بتحس أنه لو جاته الفرص حيكون بسجل أهداف بالنسبة لفريق المريخ. نعم، يعني في وجود اللاعب ده بتنظر كيف التسجيلات في خط المقدمة بالنسبة للمريخ بصورة عامة، يعني عندهم اوريدي 3 مهاجمين مستوى عالي، محمد وبكري والنعسان اضافوا، يعني كان 4، ده عدد ممتاز جدا ان يكون عندك 4 مهاجمين، بس كان ربما يكون قليل من التنويع في انه يكون في مهاجم اطول قليلا، المهاجم يعني هم كده انت دائما حتكون حتضطر تلعب بالارض، والمريخ اصلا بيلعب بالارض كره بالارض، لعبوا كره جميله جدا الموسم الماضي، لكن بتكون بس عاوز كمدرب انه لو الامور ما مشت يكون عندك حل ثاني، يكون عندك مهاجم بشكل ثاني، يعني نعم طريقه تكون مختلفه. نحن حنواصل كابتن ايمن، هنا فاصل قصير نعود ان شاء الله ونواصل بعد.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومباشره وقفتنا الاولى مع الدوري الانجليزي مع البريمير ليج. تابع الجدول الترتيب والنتائج. نتائج كانت كابتن ايمن ربما الاميز كان تالق توتنهام وتفرد كين في هذه الجوله، اصبح هدافا للسنه، فتح الكثير من الامال بالنسبه لهذا اللاعب. سيتي يبقى في الصداره، ومانشستر يونايتد في المركز الثاني، تشيلسي ثالثا، ليفربول رابعا، استطاع ان يتقدم، وتوتنهام في الخامس، ارسنال في السادس، وبيرني الفريق القوي الصامد في المركز السابع. جولة بصورة عامة يا كابتن أيمن كانت يعني حسب التوقعات ام اختلفت جولة البريمير ليج؟ هو كين زي ما قلت حطه من رقم، ده كان عنوان الجولة. ما في زول كان بتوقع انه كين ممكن يصل، لما ميسي سجل في الكلاسيكو وصل 54 هدف، خلاص كان مؤكد انه هداف العام. فات رونالدو 53، ليفاندوفسكي 53، وإيدسون كافاني 53، يعني خلاص لانه الوقت ده كين عنده 50 هدف فقط. صح. ولكن في مباراه عمل دبل هاتريك بالضبط، وصل 56 رقم قياسي، اخذ نجم الجوله بكل شك. ما يعني من 8 سنين ما في لاعب فات ميسي ورونالدو، هم دائما هدافين الموسم يسجلوا اهداف. يعني هم فعلا مسيطرين على، انت تشوف الترتيب في السنين الاخيره، كريستيانو وميسي حتى تسيطر على الـ على الـ الـ الجائزه افضل لاعب. وبالتالي احنا عملنا استفتاء، طرحنا للناس انه هل ده فتح الباب لكين انه يكون ينافس ميسي ورونالدو على جائزه افضل لاعب، يتخطى افضل هداف؟ بالضبط، هو بوتشينو قال كده، رئيس مدرب الفريق الارجنتيني، قال انه خلاص كين بعد كده المفروض ينظر، لانه دي ما اول سنه، هو السنتين الماضيات هداف الدوري الانجليزي بكل النجوم اللي فيه والدوري الانجليزي، فكمان السنه الثالثه انه يفوت ميسي ورونالدو، فقال المفروض يتخطى بعد يتحاسب معاهم في نفس الكلام. كان بعيد جدا كين في الاختيارات لافضل لاعب في العالم، كان اختيار كله على ميسي، نيمار، رونالدو، ليفاندوفسكي، فلكن بكل الاهداف اللي بيسجلها كده صعب بعد كده انت تتجاوز. صح. رقم حتى على صعيد الهاتريك، يعني 3 هاتريك، الان اصبح 6 هاتريك في جوله في العام، تفوق على ألان شيلر وعلى حطم كثير من الارقام على مستوى البريمير ليج. هو لاول مره رقم من 95 ألان شيلر انه محافظ 36 هدف في سنه، 39 هدف بمباريات اقل بكثير. ده الهاتريك الاول امام بيرلي، بسجله مبكرا جدا وبسجل كل الانواع، وتالق امام بيرلي من الاهداف بالضبط، وجت تالق امام ساوثهامبتون. هي دي الميزه الكبيره، تحس دائما انه عنده زمن كثير جدا، بيستنى 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 لحد ما الحارس ينزل في الارض، رغم انه هو ما سريع جدا جدا، لكن بياخذ مكان بين قلبي الدفاع، انتظر لحد ما الحارس نزل حتى هو وضع الكره في الارض. بعدين هو ما بس نمبر 9، يعني بيرجع صنع الكره، لا هو اللي بيقطع الكره بنفسه وما بقيف، لا خلاص زملائك يكملوا، لا هو عاوز يكمل يدخل منطقه الجزاء وباليسرى، يعني ما بتقدر تعرف هو بيلعب باليمين ولا بالشمال، الاثنين بيشوط بهم بنفس الدرجه بنفس القوه، بياخذ الكره بالشمال زي باليمين، الاثنين واحد. ده الهاتريك الاول، وصلوا 53. المباراه دي في الدقيقه 82 غالبين 3-0 والمباراه محسومه، وعنده مباراه ثانيه يوم الثلاث، المدرب حاول انه يطلعه بوتشينو، كان داري يدخل لورينتي، فهو اشر له طوالي، لا لسه يعني عايز، انا لسه عاوز العب، فواضح خلاص انه في راسه الرقم القياسي وانه عاوز يحطمه، وفعلا حطمه عن جداره. صح. يعني في مباراه ساوثامبتون تشعر كانه الفريق برضو اصبح يعمل لمصلحه كين، يعني تحس انه في حتى النقاش اللي كان داير قبل المباراه، يا اخي يا كابتن ايمن اخذ كين على الفانتسي كابتن للفريق هتحصل على نقاط، يعني كان في توقع انه كين سيتالق امام ساوثهامبتون. مؤكد كان انه حيسجل، دي ما كان فيها شك، الفريق كله زي ما قلت ده رقم لتوتنهام لكين لزملائه، كون انه يكسر رقم قياسي زي ده ميسي ورونالدو 8. شوف مين ضربه البدايه، يعني من البدايه هو مصمم جدا جدا، دخل وقطع الكره، موجود دائما على خط المرمى بيسجل كل انواع الاهداف بالراس بالتحرك، بيلف 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 بيلف، بيحاول يخلق لروحه مساحه، يعني ما بس انه هو موجود في خط السته والكره جاته، لا عاوز يلف عاوز. بعدين احنا عارفين انه هو لعاب، هو بدا اصلا نمبرتين، يعني كان اصلا بيلعب كصانع العاب كمهاجم ثاني، بعد كده تحول الى مهاجم. شوف الباص ده الى سون، كان ممكن حينزل يستلم، يعني هو ما بس نمبر 9، يعني ما سواريز
حيكون موجود في المقدمه، لا عاوز ينزل، عاوز يستلم الكره، يلعب وانتو وانيستا ممكن ياخذ شويه شويه من هو ما في شك بعد كده انه يعني انه برشلونه ريال مدريد حيعينوا له، ما في شك. شوف بيرفع يده بيطلب الكره من روس وعمل اي حاجه صح، الكره بس ما دخلت في المرمى، لكن بيتحرك بيجري المساحه وين بين اللاعبين. شوف هنا بياخذ الكره وبيستنى المدافع حد ما يقع، بعد كده هو بيكمل الكره في المرمى، و في النهاية ما مش يسلم على الحكم، مش يشيل الكرة يعني الهاتريك. هو ممكن من أفضل لاعبين كابتن أيمن في ختام الهجمة، يعني عنده فينيشينج ممتاز جدا، يعني جدا جدا هو المهاجم المميز، وتحس إنه عنده زمن يعني توقيت دائما الوقت صعب جدا أيام المرمى. لكن شوف اللقطة الأخيرة دي، يعني استنى المدافع لحد ما المدافع خلاص نزل في الأرض، بعد كده دي دائما ميزة كل اللعيبة الفينيشرز المميزين جدا، ليفاندوفسكي، سواريز، يعني دائما عندهم رونالدو، ميسي، عندهم الميزه دي انه حانتظر لحد ما انت تاخذ قرارك، بعد كده انا حكمل وحسجل مهاجم خلاص. يعني ما في شك انه الغريب بس انه باقي مع توتنهام، هذا الموسم الثالث على التوالي هو هداف الدوري، بالرغم انه زميلنا محمد سير بدا يفكر يعني في انتقاله لريال مدريد، خاصه مع الانباء اللي تحدث عن انه كريم بنزيما يجب أن يرحل في ضغوط لا مؤكد حيكون خيار، ما في شك ما في شك، ربما كمان زي ما قلت ريال مدريد، بس توتمان ما بيخلي لعبته بالساهل يعني. لا بأموال كثير، يعني بيل كسر الرقم القياسي لأغلى لاعب في العالم، مؤكد أنه كين كمان ما حيمشي بالساهل، ما برقم أقل من رقم جاريث بيل، ربما كمان زي ما قلت مدريد. يعني برشلونة يبدو أنه خاتين جريزمان هو الهدف، هو الهدف الصيف القادم، عاوزين جريزمان من أتلتيكو مدريد، فربما يكون خيار كبير بالنسبه لفريق ريال مدريد. خلوا عن كوتينو ولا لسه جريزمان؟ لسه كمان، لكن يعني جريزمان يعني كمهاجم عاوزين لسه الكلام برضه على كوتينيو، لكن جريزمان كمهاجم اساسي يعني جريزمان دي فيها اشاره لانه سواريز ربما بدا رحله التراجع يعني. لا انا افتكر اضافه بالنسبه لي، يعني اضافه بالنسبه لهم، هم دائما بيحبوا يلعبوا ثلاثه، بعدين جريزمان بسهوله بيلعب لك على واحد من الاجنحه، هو سواريز هو نمبر 9 فقط، نمبر 9 ما حاول المدرب فالفيردي انه لاعبه افضل من افضل اللاعبين في المركز ده نمبر 9، بالرغم من الكلام اللي اتقال في الموسم ده انه لا سواريز يعني مهاجم رهيب رهيب ما في كلام، رغم انه مشاكس وصعب، يعني هو زي ما قلنا كان بيتدرب في 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 بيئه قاسيه عشان كده سواريز ايوه لا جاي من يعني كان بيها صعبه جدا في اورجواي، وذاته بيقول القصه دي، كان بيلعب مع اكبر منه وبيضطر يلعب قوي ويشاكس وكده، لكن يعني دي فادته جدا في الكوره، يعني دي ربما واحده من الاسباب انه مهاجم خطير جدا. نعم بس كثير من الحباب في السودان زعلوا منه في لما ابعد الكوره امام منتخب غانا لا كل الافارقه الافارقه كل العالم الهدف ده لو كان جاء وغانا مشت السيمي فاينل كان يعني حيكون حدث تاريخي مؤكد. نعم الـ 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 يمكن قبل ان نتحول للسيتي نختم بتوتنهام كفريق الان موقعه بين الكبار مع هذه التسديدات مع هذه الاهداف، ولكن مع البوكسينج دي كيف تقرا حظوظ توتنهام في هذه المنافسه؟ هم خلاص تجاوزوا الازمه اللي كان مروا بها، خسروا عدد من المباريات، كان في تركيز اكثر على الابطال، ومجموعه صعبه ريال مدريد بروسيا دورتموند قدروا انه يتجاوزوهم ويتصدروا المجموعه، ففقدوا التركيز قليلا في الدوري، لكن حاليا لا خلاص انتصارات المتتاليه دي، خصوصا انه يونايتد بيفقد نقاط، ارسنال بيفقد، توتنهام، ليفربول بيفقد، بتحس انه كل المسافه قريبه من الفرق دي، فقط هو السيتي الا السيتي ما بيفقد يعني. بالضبط ما شاء الله السيتي بالمقدمه، السيتي بهذا الموسم يعني عامل عمل، واجويرو كمان متالق ومتوهج جدا، اجويرو اللي كانت تحدث الناس في فتره من الفترات سبحان الله انه اجويرو ممكن يمشي لانه مهاجم ثاني مع خيسوس برازيلي، فالان لا يعني اجويرو هو اجويرو. هو في يوم البوكسينج دي طلع صحيفة إنجليزية انفردت انفراد بأنه أغويرو طلب من وكيله أنه يبحث عن نادي آخر، فمباشرة أشركوا أساسي المدرب وسجل هدفين وصنع هدف، يعني ما في رد أحسن من ده. شوف من البداية هو أسبدا ما بيطلع أوفسايد، أغويرو دائما لاعب على آخر مدافع، دائما حاسي وين الخطورة، ممكن أنا ممكن أضغط يعني قوي جدا بدنيا، هذه كمان زادت مع مدرب زي غوارديولا ما بيرضى منك إلا أنه تبذل مجهود. شوف أغويرو ماشي على الخط، حس أنه بعيد ما مهتم بالكرة، لكن أول ما لعيبة سيتي قطعوا الكرة خلاص طوالي بياخد مكان، ونادرا جدا ما يكون أوفسايد، بيلعب بالراس رغم أنه خسير القامة لكن مميز جدا. اللقطة الجنرال دي كمان بتورينا أكتر، يعني شوف هو ماشي بعيد صح، الحارس مفروض يطلع الكرة بعيد، لكن بوسموس بيحاولوا يلعبوا
يعني هم فريق بيقول لك انا عاوز العب كوره، فالحارس اخطا هنا طوالي خلاص، او غير اول ما الكره اتقطعت بدا ياخذ مكانه، وابدا ابدا ما بيطلع اوف سايد، بالخط مع اخر مدافع وبيلعب الكره عكس حركه الحارس في الزاويه البعيده بشكل مميز جدا. هنا بتشوفه هياخذ خطوه لقدام، دي دائما ميزته، هياخذ خطوه وخطوه لورا يخلق المساحه ويلعب الباص وبيكمل ستيرلينج في المرمى. هو بيسجل بيصنع اهداف، يعني قبل ما هاري كين يظهر بالشكل ده مؤكد انه اجويرو كان هو المهاجم الافضل في الدوري الانجليزي. ما قلت لك هو رغم انه قصير القامه لكن عنده اهداف كثيره جدا جدا بالراس، بيجيف بطريقه ممتازه جدا، بتحسسك انه الموضوع ده سهل جدا يعني. الطريقه اللي وتشوف ماكينات صناعه زي دي بروين برضه في وزي السيتي، ده كمان سيتي الصراحه يعني عنده مجموعه من النجوم، وده اللي خلى مورينو يتحرك والتصريحات. يعني مورينو في المؤتمر الصحفي ردوا عليه بانه الاموال، يعني كانه نوع من الـ من الـ من انه اخذت اموال انت وسجلت لاعبين وعايز لسه، قال لا عايز كمان، والناس افتكرت انه التصريح ده سلبي من مورينيو لانه حيصير على اللاعبين الموجودين. هو طبعا يعني داير السبب ليه بيتغلب بالطريقه دي مورينيو، ليه الفرق كبير، فقال احنا صرفنا 300 مليون ما كفايه، سيتي بيشترى. الليله الصحف الانجليزيه كلها بتتكلم على الموضوع ده، جابوا مقارنات اتضح انه السيتي صرفوا 350 مليون وهو صرف 286، الفرق حوالي 66 مليون، يعني ده فرق النتيجه بالضبط يعني. ما بعدين هو قال هم بيشتروا مدافعين اطراف بقيمه مهاجمين، جابوا انه اشترى مهاجم مدافع ليندوف ب 35 وسيتي اشترى خيسوس ب 27، يعني قال له انت برضه تشتري يعني كل لكن هو طبعا بس قصده يطلع من من الجو الاحباط التعادلين لمانشستر يونايتد، وتعادلين يعني. والتعادل الاول يا كابتن ايمن لو وقفنا فيه، تعادل فيه اضاعه للفرص بصوره رهيبه، يعني ما بتحس انه وين الخلل في مانشستر يونايتد؟ يعني المباراه الاولى دي امام ليستر ما صدق مورينيو يعني مباشر هدف. هم غالبين 2-1، شوف كميه الفرص الصناعه هنا، بتشوف فرصه اولى لوكاكو لينغارد الجون فاتح امامك، كل اللي عليك انك تسجل، الفرصه ضاعت. انت لو كنت بتحس ما مشكله انه كانوا غالبين 2-1، شوف الباص ده من بوجبا، يعني تمريره مارشال اخذتها وراشفورد هو والمرمى، حاول لا انه يمر من الحارس وشمايكل، اتسمايكل برضه كان بارع بالضبط، 4-2 على القائم البعيد، على القائم القريب فرصه مختاريان ممكن يلعبها في الزاويه، لا عاوز يرجع وعاوز يمرر، ومورينيو ما بحب الحاجات دي. شوف دي الدقيقه الاخيره بالنسبه للاعبين هنا ممكن يبطئوا الكره، يعني انت في الدقيقه الاخيره وظاهر ان لوكاكو اوف سايد، لا اصر يلعب للوكاكو وهو اوف سايد، الوقت ده هم عندهم سمولينج كان مصاب الظهير، شوف ده الفاول الاوف سايد نفسه بيتلعب سمولينج مصاب وعايز يلعب هنا امام 10 لعيبه، يعني هو كان بس يجي في محله، يعني لانه يونايتد اوريدي عندهم لعيبه كثيرين جدا، لكن هو حاول انه يرجع ومشى مسك ماجواير اللي هو اللي حيسجل هدف المدافع. يعني مورينيو بعد المباراه دي كان زعلان، قال ده تشايلدش، يعني ده لعب بتاع اطفال الكلام ده. ناس بيقول انه قاصد مارشال، حتى يعني هو بيقول انه يعني اللعيبه ما عندي قاده، يعني سمولينج مصاب ما ممكن اخليه انه هو يجي يمسك اخطر لاعب ماجواير المدافع اللي بيسجل اهداف باستمرار مع ليستر، يعني هم اوريدي ليستر 10 واحنا 11، يعني في كل توجيه ممكن يقعد برا عديل يعني نلعب 10 10، يعني لكن كان انتقادات كبيره جدا في الصحافه ليه انه متراجعين كده. يشوف يونايتد في اخر دقيقه ممكن ياخذوا التيم لبرا، انت طول ما بتلعب لورا وفعلا الكره الثابته دي هي اللي عامله لهم مشاكل كثيره جدا، وتكررت معاهم مساله اخر دقيقه دي، تكررت معاهم حتى في الكاس اعتقد بالضبط. هاي في الكاس طلعوا من بريستول من كاس الاتحاد الانجليزي، والثاني جو طلعوا هنا، دي بقت يعني مورينيو كان مشهور جدا، او مان يونايتد كان مشهور بيسموها فيرجي تايم، الزمن بتاع فيرجسون، هو اللي بيجيب الاهداف في اخر دقيقه، فبقت الحكايه دي اتعكست تماما، وبقوا هم اللي بيستقبلوا اهداف. لكن برضه اللعيبه يسالوا، يعني الحكايه ما بس مورينيو، يعني انت تتكلم على نجوم زي ديل بيفقدوا فرص بالطريقه دي، يعني صعب جدا، دي بتخلي اي مدرب ما ينوم بالليل، يعني كميه زي ما قلنا دي كمان اكثر حاجه زعل فيها، اخر دقيقه العب الكوره بس خليها عندك، ما في داعي دائما بيقول لك ما تدي كره ثابته لفريق في اخر ثانيه، لانه حيقوم يودي كل المدافعين قدام. شوف فعلا ليستر كل التيم الحارس بس هناك، وانتهت في النهايه الكره في شباك. نعم يعني في المباراه الثانيه يا كابتن ايمن الفرص ما كانت بالصوره، لانه بيرني شويه صعب واضع فرص في مواجهتهم، ولكن ايضا
تقدم بهدفين وتعادل رجع مورينو، واصبحت النقطه العقده بالنسبه لمورينو. هو عنده اصابات حقيقه، بيلي مصاب، سمولينج مصاب في خط الدفاع، لكن بيرنلي بدوا فازوا عليهم 2-0. يعني بيرنلي لعبوا المهاجم الاحتياطي بارنز، يعني بارنز ده المهاجم الاحتياطي لانه مباريات كثيره عنده عمل، يشوف يعني استلم وسط جونز وسط مدافعين في المنتخب الانجليزي، يعني عمل لهم مشاكل كبيره جدا جدا، فرص كثيره جدا. انت لاعب في اولد ترافورد، يعني اولد ترافورد ثياتر اوف دريم يسموه مسرح الاحلام. انت بتتخيل انه يعني ما في ديم حيقدر يجي يلعب، انت اللي حتلعب، انت اللي هتشوف وسط اثنين بيستلم عادي. بارنز ده المهاجم الاحتياطي في فريق بيرنلي، فحسوا الفرق كبير جدا جدا من فريق مانشستر سيتي انه هو قادر، وكانوا فايزين 2-0. يعني مانشستر تعادل في اخر دقيقه لاول مره تظبط معهم، بيستلم الكره بالراس امام جونز، روخو كان بعيد جدا وبيعمل فاولات، والفاول ذاته بيجي منه الهدف. يعني عمر مورينيو ما كان بيستقبل اهداف بالطريقه دي من كوره ثابته باستمرار. يعني بارن كان نجم الشوط الاول، سجلوا هدفين وحيكونوا هم زعلانين انه احنا ما فزنا، ما اخذنا 3 نقاط من اولد ترافورد. نعم، وانتظروا لينغارد حتى تالق بهدف رائع يعني انقذ الفريق. بالضبط، هو اول مباراه مورينيو قرر انه يلعب ابراهيموفيتش ولوكاكو، دخل لا عمل مشاكل من خلال اثناء الشوط الاول. هو قال لي لينغارد ومختاريان سخنوا، يعني طلع ابراهيموفيتش بين الشوطين. لينغارد لاعب متحرك جدا، كان دائما مشكلته انه بيضيع الاهداف، شفنا المباراه اللي فاتت ضيع فرصه، هنا برضه بيضيع فرصة. يعني دي دائما المأخذ على لينغارد انه هو بيضيع فرص كثيره. شوف الكره دي امام المرمى والكره اللي فاتت امام ليستر، لكن استطاع انه يسجل هدفين. يعني هو لو حل المشكله دي، لاعب متحرك جدا، لاعب سريع، موجود في مانشستر من عمره 6 سنوات، ابن النادي، فدي دائما بسجل هدف جميل جدا. شوف الهدف ده يعني بالكعب، هدف رائع جدا، عاده من 2-0. الهدف ده عاد الحياه للجمهور، هدف رائع، اتوقع حيكون اساسي مؤكد في المباراة القادمة يوم السبت، أتوقع حيكون أساسي. ده فاول الحكم حسبه على بارنز جونز المرة دي، بارنز هو العامل الفاول، ودي آخر دقيقة في المباراة. لينغارد كان موجود، شوف بتحرك بيستنى، دائما المهاجم الكويس بيكون مستني تحصل حاجة، وفعلا استطاع انه يسجل. ربما بعد المباراه دي مورينيو حيكون هو الوحيد السلم عليه، يعني الباقيين دول زعلانين جدا. يعني بالضبط، لو كان كمان خسر يونايتد كانت حتكون كارثه، يعني اكثر من ما اوريدي الفريق حاليا 12 مباراه وسيتي حاليا لاعب مع نيوكاسل. صح، وتحس يعني عنده مشكله، يعني لوكاكو ما هو لوكاكو، وابراهيموفيتش لسه راجع. هاي لوكاكو 4 أهداف بس في آخر 19 مباراة، بدأ صاروخ لكن تراجع جدا. شوفه لاعب ذي قيمة ابراهيموفيتش، أول مباراة لعبه 45 دقيقة ويطلعه، يعني دي لاعب الملك، يعني زلطان ابراهيموفيتش حيكون حاجة صعبة جدا جدا. من مختاريان قال لازم يمشي شهر واحد، وتاني قام أشركه، حتى مورينيو بقى عنيف جدا في مانشستر يونايتد مع اللاعبين. الاسبوع الماضي قال حتى أطفال. حتى مختاريان ما يستحق انه يمشي، ولا مختاريان هاي هو واضح انه يعني هو حاسي مشكلته هو السيتي، هو انه السيتي ما قاعد يخسر، راسه براسه السيتي. اي هو حاليا في المركز الثاني، افضل من تشيلسي، افضل من ارسنال، بس لانه قدامه السيتي. بس المشكله السيتي هو عامل مشاكل في الدوري، الجيران المزعجين، هو مزعج بالضبط عامل له. يعني هو السنه الثانيه كان متوقع دائما الموسم الثاني مورينيو بيشيل الدوري، بيأثر بشكل، لكن اوريدي خلاص الدوري ممكن نقول فقد من مانشستر يونايتد. نعم، والسيتي الان في هذه اللحظه متقدم بهدف ستيرلينج على نيوكاسل، يعني ما شاء الله على مانشستر سيتي. عين بارد، هم دي ذات المشكله. مورينيو هو عارف انهم الليله حيفوزوا على نيوكاسل، يعني بكره حيمشي بالضبط، الفريق حيضغط على اكيد. لا ضغط، وده بيب جوارديولا خلاص اخذ سنه معاك وسنه ثاني واختار خياراته، وانت كمدرب في دي الضغوط اللي بتستعملها الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي صعب، لا اكيد، يعني بالذات على مدرب زي مورينيو، هو ملك الدوري الانجليزي، هو جاء وشاله مع تشيلسي 3 مرات، فصعب جدا انه مع مان يونايتد انه ما قادر حتى الان ينافس. يعني حتى انت لو نافست خسرت في الاسبوع الاخير خلاص، لكن من شهر 12 الدوري تسلم وترفع الراية كبيرة. مباراه ليفربول وارسنال الماضيه كان فيها كثير من الوقفات، يعني ليفر يتقدم بهدفين، ارسنال يعود بموجه رهيبه بعد الثلاثيه، ومن بعد ذلك يعود ليفربول، وليفربول استمرت مشاكل دفاعه مع يورجن كلوب. هم لعبوا خارج الارض الرباعي الذهبي جدا، كوتينيو وفيرمينيو وماني، وسجلوا 4، لكن كانوا عاملين مشكله للتيم دفاعيا، كانوا 6 يدافعوا و4 يهاجموا. يعني ده بيعمل لك مشكله انه الاربعه ديل عاوزين بس يهاجموا بالصناعه. شوف هنا بسهوله بيخلوا شاكا يمشي،
بيبقى 4-4 يعني الاثنين لانه مشغولين مع اوزيل بيبقى 4-4. شاكا بيمرر بتمر هناك ماني خلى بيرلينج يعكس هنا جوميز اخطا ما شايف سانشيز وسجل. شوف هنا هجمة مرتدة بيقطعوا كوتينيو طوالي بيطلع معهم كأنه الستة دين انتوا دافعوا الأربعة دين احنا ما عندنا علاقة بالموضوع ده وده طوالي بيعمل. شوف هناك اثنين زيادة على اثنين على واحد لأنه ماني متأخر بالصايد ده برضو صلاح متأخر اثنين بتشوف أوزيل وسانشيز يعني هم تحسهم مستنين انتوا اقطعوا الكرة ودونا لا بس احنا حنكمل. شوف ماني بيرجع متأخر شوف الناحية دي عندك اثنين ستيرلينج و سانشيز وأوزيل حتى شان ما قادر يطلع لأنه ما في زول قدامه يضغط وفي النهاية شاكا بيسجل خطأ صح من الحارس لكن هنا ميلنر مفروض يدي الكرة للأمام طالما في عندك أربعة قدام مفروض تديهم الكرة مباشرة قرر لا إنه يرجع ويتأخر ويلشر عمل مجهود كبير وقطع الكرة لكن خلاص أول ما يقطع شان بيلقى روحه وحيد ما في زول جنبه يعني اضطر انه يمشي واوزيل مره ودخل وونتو جميل يعني في 5 دقائق ارسنال قلب الموازين قلب يعني دي مباراه كان ليفربول افضل في 85 دقيقه خقت 5 دقائق لانه انت بس عندك 2 في النص والاربعه الاربعه الامام ديل بس دايره يعني حتى لما الكره عند ارسنال تحس انه ماني وصلاح اوكي مستنين بس لو اتقطعت احنا سريعين جدا حنجري حنجيب هدف باي لحظه البال مش في الدفاع البال في الهجوم طبعا كمان الكلام على المشاكل الدفاعيه الليله خبر مفرح جدا جدا لجماهير ليفربول انه خلاص اتفقوا مع فان دايك هو كان الكلام كله عن منتظرين فان دايك هو في الصيف ابى ساوثامبتون يبيعوا كلوب قال ما حاشتري هنتظر فعلا الليله مانشستر سيتي عمل عرض ب 60 لا ليلة ليفربول اتفقوا ب 75 مليون استرليني هيكون اعلى رقم لمدافع مدافع. في التاريخ ده مدافع 75 مليون استرليني بس ما بس هو اللي حيحل المشكله حنجي كمان اللي حصل في مباراه سوانسي نعم. طلع ماني برا بالضبط ولعب بثلاثة لاعبين فيرمينو وكوتينو ومحمد صلاح ايوه بالضبط واضاف تشامبرلينج لخط الوسط كده الوسط ما دام الاربعه بيمشوا خلينا يعني كان يعني حس ربما انهم كانوا زياده يعني أربعة كثيرة جدا الأربعة لعيبة لا أضاف ثلاثة في الوسط مع شامبرلينج وخلى ثلاثة تورد عندك كوتينيو وفيرمينيو وصلاح هيسجلوا يعني كثير إنك تلعب كلهم عايزين حتى تشعر إنه في أنانية كمان بالضبط يعني كوتينيو كان الكابتن في المباراة دي أول مرة يلبس الشارة شوف الباص ده وإحنا بقينا متعودين من يعني الحتة دي كوتينيو ما في زول في العالم بيعمل أحسن منه اللفة دي سكرو ده يعني خلاص بقى متوقع إنه حيسجل الحارس يمشي للتسعين طبعا بيدور بالضبط إنه هيلعبها هناك شوف هنا بداير نفس الطريقة لكن ضربت في المدافع يعني مبارياته السبعة الأخيرة مسجل 5 أهداف وصانع 5 أهداف شوف حتى صلاح. يعني الكورة بيلعبها ليك يعني كل مباراة كلوب بيقول مش كويس ما بعته لبرشلونة مش كويس إنه يعني أي كورة ممكن يصنع منها فرصة والميزه دائما في كوتينيو انه بيسجل وبيصنع يعني هو بيعمل لك الاثنين في واحد بالضبط يعني لاعب مهم جدا مؤكد انه ما حيبيعه شهر واحد حيكون ربما الصيف كلام ثاني لكن لاعب مهاري لاعب بشوف بيلعب الوانتو منتظر الكره الثابته برضه مؤثر فيها بشكل كبير جدا يعني صنع هدف وسجل هدف كان نجم المباراه بعدين انت لما تديه كمان شرط الكابتن يعني بتحسسه بالانتماء شوف بيتحرك عاوز يستنى لقى ما في طريقة لعب الباص اتحرك وشوف الباص ده يعني كان مفروض تكتمل بهدف كان حيكون هدف رائع جدا كان نجم المباراة امام بعدين هو ذاته فيرمينو اضاع الكثير من الـ من, الـ من الـ الاهداف في هذه المباراة رغم انه سجل هدفين لكن زي ما قلت هو ذاته بيرتاح لما المشكلة انه لما تلعب ماني وصلاح وفيرمينيو كوتينيو بيضطر يبقى لاعب وسط صح فده بيطلب منه بعض الادوار الدفاعيه لازم يساعد شان وميلنر او شان فكده ريحه خالص لما تاخده هو وصلاح وفيرمينيو او مانيو هو وفيرمينيو خلاص انت بس عليك الهجوم اشتغلوا على الهجوم وسيبوا الدفاع لانه مؤكد حيسجلوا اهداف يعني بالنسبه حتى بتدي شكل اكثر للتيم بس الخيار ده مش حيبقى فيه يعني ماني في راس بيقولوا ماني ما يستحق هي دي المشكله بالنسبه لليفربول اللعيبه الهجوميين اللي عنده ما في تيم في العالم عنده يعني انك عندك ستورج برا اوريجي برا وسولانكي برا وشامبرلين وصلاح وماني وفيرمينيو يعني وكوتينيو عندهم 8 لعيبه على مستوى عالي جدا جدا في 3 مراكز فقط هجوميه انا من سولانكي ومن ستورج اخذ واطلع مشكله لا هم حتى ورط ارسنال لما طلع ماني بالدقيقه 66 67 يعني طلع بيضحك نظام طلعني انا يعني دي المشكله النجوم بيجوا هم الاقوياء لو ما لعب ثاني بمشي ف
فهي دي برضه حتكون مشكله بالنسبه لكلوب. صح، دي من الاشياء الكبيره. وزي ما قلت الخبر المهم بالنسبه لليفربول هو فان دايك في خط الدفاع، لانه الكل كان بيقول ان ليفربول عنده مشكله في الدفاع. لا مؤكد، هم عندهم ماتيب اللاعب الكاميروني جيد، لو بقى معه فان دايك اتوقع حيكون ثنائيه جيده بالنسبه لليفربول. نعم، ماذا عن تشيلسي وموراتا وماركوس الونسو و أسبليكويتا مع موراتا في تشيلسي؟ يعني تشيلسي هذا الموسم البطل السابق يبقى في المركز الثالث، يعني ما رغم انهم بيقدموا اداء جيد، 9 انتصارات في 12 مباراه، وموراتا عاد هو غاب موراتا المباراه الفاضيه امام ايفرتون، عانوا وتعادلوا 0-0 رغم السيطره، لكن هنا عاد وعنده ثنائيه، دي افضل ثنائيه في الدوري الانجليزي، أسبليكويتا وموراتا، هي اهداف عدد الاهداف السجلها وبنفس الطريقه، تحس انه الناس هل الفرق المنافسه ما بتشوف ولا هل هم بيعملوها بطريقه صعبه جدا. موراتا افضل مهاجم في الدوري الانجليزي بالراس ما في شك، بيقدر يقيف بين قلبي الدفاع بطريقه صعبه جدا، ما بيقدر يمسكوه حتى ما بزول بنط معه، كل الاهداف انت بتلاحظ له هو واقف بين السنتر باكين بين قلبي الدفاع وهو بالراس مميز جدا. حافظه يا اخي، لا لا مؤكد. شوف دي امام مانشستر يونايتد دي مباراه ثانيه، لكن ممكن تقول نفس اللعبه ونفس وان كان الهيد ده اصعب كمان امام مانشستر، كل 5 أو 6 اهداف بنفس الطريقه عكسيه، وحيكون موجود بين دي مباراه امام ليستر بنفس الطريقه بيلعبها وايضا بيسجل، يعني مين ما يستلم الكره سيزار خلاص ده يمكن مختلف قليلا امام ستوك، لكن برضه نفس الباص والغريبه بس انه سجلها برجله كم كيرفع يلعبها براسه يعني عشان ياكد الصوره. 6 اهداف ده اعلى معدل لاعب يصنع للاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم، سيزار وموراتا والاثنين يعني اسبانيش، تمنى نشوفه كمان في اسبان في الدوري الانجليزي في كاس العالم الثنائيه دي سيزار. نعم، ونشوفه مع ضد برشلونه، يعني تشيلسي كيف يشوف حظوظه برشلونه؟ تشيلسي زي ما قلت السيتي طاغي، لكن تشيلسي خلاص دخل في الفورمه بقى انتصارات متتاليه، شباك نظيفه، 4 مباريات خلاص ماشيين كويس في الفورمه، حيكون منافس ما في شك، طبعا برشلونه حيكون المرشح ما في شك بالمستوى اللي بيقدمه، لكن لو موراتا وهازارد موجودين بخط الدفاع القوي بكورتوا بكانتي اخذ احسن لاعب في فرنسا بالامس، يعني لا تشيلسي فريق كبير برضه عنده حظوظ. الدوري الانجليزي ليه ما عندهم؟ الدوري الانجليزي ما دائما متعودين على بوكسينج داي وما زي الباقيين، هو الدوري الوحيد الشغل الحمد لله عشان احنا ذات يكون في حاجه نحللها يكون في حاجه. كنت في انجلترا وعايشت التقاليد هم عندهم طبعا الناس بتكون الاسر بتكون مفرقه وكده، والناس كل بيتلموا في الايام دي، واهم حاجه اليوم دائما كره القدم، يعني اهم شيء في انجلترا هو كره القدم، ما في حاجه ثانيه، الناس دي ما بتفكر سياسه اقتصاد، الكوره دي ما شغالين فلما يتلموا بتذكروا دائما ابو زمان كان بيسوق اولاده الكوره، الاولاد كبروا حاليا هم اللي بيجوا يسوقوا ابوهم، فالذكريات كلها مربوطه بكره القدم، فبيشتروا التذاكر دي من سنه لسنه، يعني لو مشجع لتشيلسي لارسنال لتوتنهام لكذا بيكمل التذاكر، فعشان كذا بيلعبوا، حيلعبوا السبت وحيلعبوا الاثنين وحيلعبوا الخميس، حيكونوا باستمرار بتجي في راس اللعيبه طبعا مؤكد، مباريات كثيره عايزين يعيدوا ويأجزوا وكذا، لكن ده التقليد يعني من اكثر من 100 سنه الدوري الانجليزي انه يستمر ما يجي فتره الاعياد الكريسماس وراس السنه عشان الاسر تكون مع بعض وتدخل المباريات مع بعض، يعني خاطر الجمهور في المرتبه الاولى، عشان كده الدوري الانجليزي صح يعني مختلف في المرتبه الاولى جماهيريا، لانه الاهتمام كبير جدا بالجمهور. صح، ونادر ما تشوف مباراه في الدوري الانجليزي وما في جماهير، لا وما ما في كرسي، كله محجوز كرسي، يعني لو الدرجه الثانيه بتكون فل، ما خليه الدرجه الممتازه. نحن نتحول يا كابتن من الدوري الانجليزي للايطالي، عشاق الايطالي، ما اعرف لو معنا نتائج الدوري الايطالي، الدوري الايطالي يعني اليوفي، روما، نابولي، مباراه انتر ميلان، المباريات الكبيره، خلينا نقيف مع يوفي وروما. هذه كانت مباراة الجولة، مباراة روما بيقدم مستوى جيد جدا ومنافسة السنة دي، لكن اليوفي كان أفضل على ملعبه، استطاع أنه خلاص اليوفي دخل في فورمة عالية جدا، فورمة البطلة، 8 مباريات بدون بشباك نظيفة، رغم أنه لعبوا مع إنتر، لعبوا مع نابولي، لعبوا مع برشلونة في الأبطال، وأفضل لاعب في هذا الموسم هو مهدي بن عطية المدافع لاعب روما السابق، طبعا طلع من روما بمشكلة، قال كانوا قاعدين يدبلوا له مرتبه لو صعدوا تشامبيون ليج، صعدوا قال ابو فطوالي مشى بايرن ميونخ، ف يعني دائما احنا متعودين اللعيبه ما بيحتفلوا لما تسجل فريقك السابق، لكن ده احتفل وبطريقه المسدس، كان زعلان زعلان جدا جدا من هو يعني بقى قلب الدفاع الاساسي، تشليني
مصاب اغلب الوقت، لعب 3 مباريات بس الفاتت. ذهب الكابتن، ذهب الى فريق ميلان، بارزالي 36 سنة، فهو فجأة كان احتياطي الموسم الماضي كله. لكن دي دائما الميزة في فريق اليوفي، يعني رغم انه ما قدم موسم اول مميز ابدا معهم اصابات، لكن اشتروه السنه اللي فاتت كان معار من بايرن ميونخ، لا الموسم ده اشتروه، شوف بيحاول يسدد، يعني حتى عاوز يسجل اهداف اكثر مما هو اشاد به جدا المدرب، وفعلا بيقدم مستويات كبيره جدا جدا المهدي بن عطيه. ودي دائما مستليو في الكوره الكبيره دي مستعد انه يطلعها 1-0، غلبوا نابولي 1-0، ركز على النقاط خلاص، روما 1-0 بالضبط، يحافظوا على شباك نظيفة، وعندك إيغواين، عندك ديبالا، عندك كور ثابتة، حتقدر تسجل هدف. نعم حيقدر ياخذ البطولة بنفس ال هو لسه يكسر الأرقام بالضبط، يبقى مشكلة الفرق من نابولي عنده لعيبة، عنده احتياطي دكة عالية جدا اليوفي. صح، نابولي اللي فاز على سامدوريا، نابولي مشكلة نابولي اللي قدم كرة جميلة ورائعة، نابولي مشكلته كان في عدم الذخيرة الكافية من اللاعبين. نابولي فرق كبير جدا، اصابات، بعدين كمان غلام اصيب، الظهير الايسر المهاجم ميليك اصيب، كانت مباراه صعبه، يعني هدف جميل جدا راميريز لاعب ساوثهامبتون السابق، هدف بشوف بالقدم اليسرى من مسافه بعيده جدا، هدف رائع، تحس انه كانت مباراه ممكن تكون صعبه بالنسبه لهم، لكن استعادوا انسينيا، وانسينيا عاد وصنع الهدف الاول، الان الميزه في نابولي كلهم بيسجلوا، يعني ده لاعب الارتكاز الان موجود. عودة إنسينيا دي كانت حاجة كبيرة جدا، 3 أسابيع غايب، وكان في كلام على الإصابة في الخلفية إنه ممكن تطول أكثر من كده، يعني كان ممكن يغيب 6 أسابيع، فكون إنه عاد دي حتكون إضافة كبيرة لنابولي، إنه نابولي عكس زي ما قلت عكس اليوفي، ما عنده دكة البدلاء، يعني ما عنده إنسينيا تاني على دكة، ورادي كانت صعبة لأنه سامدوريا الموسم ده بقدم موسم جيد، كواريليلا لاعب اليوفي السابق سجل، يعني فيها بالضبط كلام، هم عادوا من 1-0 1-1، وكمان إنسينيا مش بس عاد كمان بيسجل، شوف الكرة دي أخذها على الطاير كيف، أفضل لاعب في الدوري الموسم ده حتى الآن بيقدم مستويات جيدة، وفي النهاية يعني من يسجل هامسك كابتن الفريق كسر الرقم القياسي لمارادونا، المباراة السابقة وصل لرقم مارادونا مع الأهداف مع نابولي، صح كمان كونك تكسر بهدف غالي زي ده، أمن الصدارة، فايتين بيجوا 42 نقطة، فرق نقطة وحيدة من اليوفي، يعني موسم 2017 أيضا موسم كسر الأرقام في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الإيطالي، شوف رقم بتاع نابولي، يعني تكسر رقم لمارادونا، مارادونا ده في نابولي، يعني لو قلت لو جا ماشي في الشارع كده رئيس البلد ونابولي كلها، يعني هو بالنسبة لهم الملك المتوج، فهامسك قضى معهم 10 سنوات، يعني بسنوات طويلة، لكن خلاص خدت روحه في درجة كبيرة جدا. نعم، يعني على 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 ذكر مارادونا، مارادونا كان لنا ترتيب مع مارادونا كابتن أيمن، ولكن ظروف مناخية والله للأسف، يعني كان الفجيرة، هو طبعا حاليا في مدرب أهل الفجيرة في الإمارات، كان رتبنا إنه نكون معه لقاء وجمهور سودانية يشاهد، يعني لكن كان حيشوف الملك عبر برنامج حال الرياضة، ولكن حصلت بعض الظروف المناخية وكذا، وكان لضيق الوقت ما قدرنا نكمل، لكن إن شاء الله نوعدهم بأنه ما دام الموافق على اللقاء موجودة، فنوعدهم بأنه الظهور حيكون عبر سودانية إن شاء الله 24. إن شاء الله إن شاء الله. نعم، إنتر خسر يا كابتن، إنتر اللي بدأ بقوة وسحب الأضواء من ميلان، يخسر أمام ساسولو، ويعني ده الفرق، إنه الناس تشعر إنه اليوفي كأنما أخذ خبرة، اليوفي يعرف يتعافى ويأتي في اللفة الأخيرة ويأخذ الدوري، وفي فرق بالرغم من الصدارة من التميز كنابولي وإنتر، ولكن أيضا تأتي مباريات خارج الإطار. المباراة دي مقلقة كانت بالنسبة لجماهير إنتر، المباراة فاتت غلبوا من أودينيزي، لكن ضيعوا فرص وضيعوا ضربة جزاء من مهاجمه ميكاردي، لكن المباراة دي ساسولو كان أفضل بكل المقاييس واستطاع، فبيبدأ يعني هم ما كانوا مؤملين أن ينافسوا، لكن فجأة لقوا روحهم منافسين على الدوري، فبعد كده خلاص تاني الجماهير ما حتقبل بأنه يكون أقل. مشكلة هو الاعتماد الكبير على إيكاردي، إيكاردي مسجل نص أهداف الفريق، مسجل إيكاردي، لو إيكاردي ما في يومه خلاص الإنتر بتحس أنه المشاكل حتكون، بريسيتش بيسجل بيصنع بعض الأهداف، لكن إيكاردي هو الاعتماد، حتى إيكاردي يعني بقى ريال مدريد برضو بيتكلم عنه، واحد من المهاجمين المرشحين، يعني هو ذاته بدأ شوية مستواه نزل عن ركز في الفترة السابقة، يعني أضيع بلنتي المباراة السابقة أمام أودينيزي، يعني تحس إنه شوية مستواه قل، وطوال يتأثر الإنتر
مهاجم يعني هو مميز جدا إيكاردي، لكن محتاجين شهر واحد يشتروا لو عاوزين يواصلوا على على التنافس، لو عاوزين يواصلوا على دي ضربة الجزاء. يعني هو يتوقع انه إيكاردي يسجل يسجل، هو هداف الدوري وهو النجم المميز، لكن لو إيكاردي ما في يومه لو ضيع خلاص تحس انه الانتر ما في ما في بلان بي، ما في حلول اخرى لتسجيله. لسه هم قريبين، لسه ما ابتعد الانتر، لكن تحس انه يعني مباراتين ودينيزي وساسولو كان مفروض يجيب منهم 6 نقاط. نعم. الميلان خسر ايضا، والميلان يعني مترنح متارجح متذبذب، ممكن تسميه اي مسمى تطلقه على الميلان في الدوري الايطالي. الميلان بدايه التسجيلات وبدايه الاعداد الناس بقت في طموح كبير عن انتصارات الميلان بالرباعيه، وبدات الذكريات على ايام الميلان الجميله، الميلان اللي كان يمثل منتخب ايطاليا ب7 لاعبين ب9 لاعبين. ولكن الميلان في هذا الموسم ايضا هو الميلان المترنح. الميلان حكايته حكاية يعني غيروا الليلة. أنا بقرأ في الجازيتا دي سبورت العناوين الكلام عن إنه مونتيلا حيرجع تاني يعني لا تصدق. هم رفضوه قبل أسبوعين، جابوا كاتوسو قالوا خلاص يا أستل الجزر انتهت بعد كده العصا. بس كاتوسو طبعا مشهور لاعب صعب جدا، وقالوا حيجي اللعيبة دي يمشيهم. لكن بقت الحزائم تتالى، 3-0 الأسبوع الماضي، الأسبوع ده كمان أتلانتا آخر أسبوع 2-0. حس انه لسه ما عنده الخبره الكبيره، وحس انه الميلان كمان لسه ممكن يرجع اكثر من كده. الهدف ده فرق معهم كثير، لو الهدف ده اتحسب على ملعبهم بونافنتورا كان ممكن يدي دفعه كبيره بالنسبه للميلان. لكن الايطاليا بقى مشكلتها التكنولوجيا، الفيديو ما بتاخذ حاجه ما حشرك يعني هو انا استغربت انه لمسه، يعني هو واضح جدا انه في اوفسايد، وكان احسن يخليها ربما الكره تدخل، لكن هو على خط المرمى عايز ياكد بالضبط. ايوه في النهايه استقبلوا براين لاعبهم السابق هدف، وجوسيب هدف. يعني كاتوسو يا دوب بدا مسيرته التدريبيه مع شباب النادي، وفجاه انك تمسك فريق. هو بيحبوا اللعيبه السابقين كده في ايطاليا، شوف سيدورف مسك، انزاجي مسك، يعني عاوزينهم يعني ابناء النادي انهم هم. لكن انت التدريب حاجه صعبه جدا دائما، صح؟ ممكن هو دائما كانوا بيقولوا جوارديولا هو اللي عمل المساله دي، جاء مسك وشال كل الكاسات، فخلاص الناس قالوا الموضوع ده سهل. لكن الفكره انه جوارديولا كان مدرب جينيوس، كان هو اللي كان حاجه حاله شاذه. لكن الطبيعي انك داير سنوات وسنوات من الخبره وسنوات، يعني مورينيو بدا سنه 88 مساعد، شال كاس الاتحاد الاوروبي مع بورتو 2003 بعد 15 سنه. شوف ده مورينيو الاسطوره بالضبط. فهي حاجه ما سهله في النهايه جوزيف، والهدف حتى الحارس دوناروما يعني شفنا خطاه الكبير في الهدف الاول. يعني حتى اللعيبه المستوى ثابت في الميلان بقى تراجع، بقى الهزه عامه في الميلان. لا خلاص حسب التريك وصلوا مرحله دارين مونتيلا رفضوه قبل اسبوعين انه ثاني هيقبل مونتيلا هو اظن هو ما تكون عنده مشكله، لكن يعني دي حتكون ده تخبط حيكون اداري رهيب انه ترفض المدرب وبعد اسبوعين ثاني. لكن حتى مورينيو لما في المؤتمر امبارح الزعلان بعد الهزيمه التعادل مع بينلي قال شوفوا الميلان ما تكلموا يعني الميلان وصل مرحله انه الناس بقت تضرب به الامثله باستمرار لاي فريق يعاني بقى بيشوف انه شوفوا الميلان وضعه شنو يعني شوفوا الميلان كيف والله يعني مشكله حقيقيه. حتى يا كابتن الميلان وانتر يعني لا في ربع نهائي كاس ايطاليا، يعني ديربي الغضب، ديربي ميلانو، الاسماء الكبيره، تحس انه الليله ما في فاقد خلاص قيمته، وينه ديربو الليله وملاعبين بالضبط. لكن الكلام كله زي ما قلت على الانتر، بقى على نابولي، على اليوفي، على روما، انه الثلاثه فرق نابولي وروما ان هم اللي ممكن ينافسوا فريق اليوفي، هم اللي ممكن. الانتر افضل كثيرا مع سباليتي السنه دي حقيقه، صح. لا يقارن بالميلان، لكن الميلان وصل مرحله 11 في الدوري، وبالعكس بقى بعين خلفه، يعني بقى بعين للفرق ان هو ما ينزل اكثر وينافس على صراع الهبوط اكثر من انه رغم اللعيبه. يعني الميلان عمل انتدابات بالضبط، بجاب ده احساس شباب كده وشباب انه يعني بعد ما جابوا المدافع الشهير مدافع المنتخب الايطالي بانوتشي، من جابوا كريتوني، ظهر لهم اللاعب الشاب دوناروما، مجموعه من اللعيبه الشباب. لكن تحس السياسه هي المختلفه من اليوفي، يعني اليوفي صح. شوف مهدي من العطيه ده مع روما كان متألق لحد 2014، مشى مع بايرن ميونخ ما لعب كثير مع غوارديولا، إصابات كانت باستمرار.
جابوا إعارة موسم واحد برضو ما لعب كان مصاب أصروا واشتروا. وشوف حاليا يعني أي إدارة تانية كانت حتقول لا لا خلاص اللاعب ده الموضوع انتهى خلاص له ثلاث سنين ما ظل. لا حاليا هو أفضل لاعب في الفرق. جابوا ماتيدي 20 مليون فقط من باريس من, من من باريس. جابوا دوغلاس كوستا 45 مليون لكن لاعب مهول اللاعب المنتخب البرازيل. يعني بتحس انه الفريق الكبير هو في الاداره اكثر من انه قروش يعني اكثر من انهم هم بيصرفوا. ما زي الدوري الانجليزي ما حيشتروا زي مانشستر سيتي صغير ايسر ب 50 مليون او كذا. لكن بتحس انه الاداره هي الفريق بالنسبه للمين. هي يا كابتن هي فعلا في 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 كل المشكله. وين المشكله؟ في الاداره، في العقليه اللي بتخطط، العقليه اللي بتدير. مش انت معك كم صح المال مطلوب في 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 صناعه الحد الادنى، لكن البصمه الاداريه، التخطيط الاداري السليم، التخطيط السليم هو اللي بيقود للنجاح. يعني مؤكد دائما الفرق الماشيه باستمرار. حتى مانشستر يونايتد زعلوا منه مخططين بشكل مميز جدا، لكن السيتي خطط كمان افضل ودفع ودفع اكثر خططوا بالصداره. شكرا يا كابتن. شكرا. نعم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيات الفريق العامل وتحياتي وزميلي كابتن أيمن يماني، وإلى الملتقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.